بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم، انطلاقة موفقة. نتمنى التوفيق للجميع المشاركين والمنطلقين ضمن أجواط الصعوب ضمن هذا الشهر المقدم من غصن بن سعيد الوهيبي. شكرا على هذا الدعم الكبير والمستمر لإحياء تراث الأباء والأجداد ضمن الرموز المقدمة في صباح هذا اليوم. أسير بكم مع المركز الأول إلى الانطلاق في هذا الشوط، مع أيضا هناك مع المركز الأول انطلق أيضا هناك شواهين، انطلقت ناصر بن محمد الدويكي من تنطلق مع المركز الأول. المركز الثاني زعفران أحمد بن سالم الوهيبي على المركز الثاني. المركز الثالث الغدوم من جلمود سليمان بن مبارك المالكي على المركز الثالث. المركز الرابع القادم هم طفية حمدان بن محمد بن يميل الوهيبي، لكن اعود الى الدويكي في مقدمة هذا الشوط. انطلق نحو الناموس والانتصار، انطلق نحو الصدارة، نحو القيادة هذا الشوط منطلقا ما شاء الله تبارك الله. شوف هذا العرض الجميل، شوف هذا الانطلاق الجميل والانطلاق المميزة الذي انطلقت نحو الناموس، نحو الانتصار، نحو العرض المميز. اسعد الله صباحك يا مالك شواهين ناصر بن محمد الدويكي. المركز الثاني كان زعفران احمد بن سالم الوهيبي، والمركز الثالث مطفي حمدان بن محمد الريميل الوهيبي. دقيقة 42 79 او 69 جزء من الثاني هو التوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا والناموس.